المدينة ترى فيها يعني كيف أقول لك يا أخي، يعني يمكن حال كلام الناس تقول يبالغ، لكن والله اللي يسكن المدينة ترى ما يجدر راحة في غيرها. أنا قبل أمس كنت في الرياض، يعني أنا يوم واحد رحت المدينة أمس، أنا كنت موجود عشان مسابقة المهرة يوم الاثنين والثلاثاء الأربعاء. حتى الشباب يعني والمخرج جزاهم الله خير قالوا إنه خلاص يعني يوم واحد أقعد، قلت والله ما أقدر، لا أرجع المدينة، أبغى أشم ريحة المدينة وأرجع مرة ثانية عشان يعني ترجع نفسي وأقدر أرجع بالحماس. أتذكرتني يا شيخ جواد ولا يهون الحاضرين بأبيات دكتور عبد المعطي الدلاتي في المدينة، قال فيها: وقالوا وصلت مطار المدينة، الله سلام، فثارت بقلبي معان دفينة، ثرا أم ثراء وطئت وحرت، وليست لغات الحيارة أمينة، أمينة، طويت المكان طويت الزمان، أرحت الشراع أرحت السفينة، وقلت أسارع ألقى النبي، تعطرت ليس كعطر المدينة، وفارقت صحبي وحيدا بدربي، أداري حياء دموعا سخينة، وجئت المقام أريد السلام، وقلبي يسابق شوقا حنينا، مدينة حبي مراح لقلبي، سناء صفاء نقاء سكينة، بقرب حبيبي سكوني وطيبي، أقم يا زمان التئد في المدينة. عليه الصلاة والسلام. وش الإبداعات ذي يا حبيبي؟ الله يسلمك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تفتح الشام وتفتح اليمن وتفتح العراق، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ينادي الرجل ابن عمه وقريبا له: هلم إلى الرخاء وإلى رغد العيش، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. عليه الصلاة والسلام. الله أكبر.